الناس يفضلوا الصغيرات وفي بعض الناس يفضلوا الكبيرات. المبلغ مرة مغري لأي شخص إنه يشتغل فيه. يا زي روبوني جينا من ايطاليا جات لكم فيديو جديد وفيديو رح يكون عن اللي صار بمقابلة العمل اللي سويته امس وهل تم القبول او تم الرفض. كمان رح اتكلم على فرصة عمل جاتني جديدة فتتخيلوا ايش الفرصة اللي جاتني للعمل واليوم تقريبا سويت المقابلة وايش تتخيلوا ايش هو. بيجي لكم صدمة مثل ما جاني صدمة. المهم قبل ما ابدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعار وكمان روحوا تتابعوا قناة نارين وتاسم وقناة العائلة بحط لكم في صندوق الوصف. كمان لا تنسوا تشاركوني بكومنتاتكم وتقولوا لي ايش رايكم بعد ما تسمعوا القصه. ما اطول عليكم يلا نبدا. بدايه القصه قلت لكم انه انا رحت الشغل وعملت المقابله وكان يعني المقابله مره لطيفه بس جن رد برساله. تخيلوا ايش الرد. جتني رساله يقول لي انه في ناس كوريين قدموا على الشغل وانه لما يكون في كوري وفي اجنبي الناس ما تقبل الاجنبي حتى لو كان عنده ميزات او انه شغيل احسن من الكوري. مو الدوله اللي فرضت هذا الشيء، الشعب يعني عامه انه عندهم نظريه انه الكوري لازم يكون مميز عن الاجنبي مهما كان الاجنبي في ميزات او في شغلات او عنده حاجات لا بتقبل الكوري واعتمد عليه زي اللي يقول اللي نعرفه احسن اللي ما نعرفه. يعني اجنبي يخافوا شويه. قال لي يعني بطريقه الى حد ما يعني مكئيبه حسيت باطل لما سمعت الكلام. المهم قال لي انه قدموا ناس كوريين على العمل واحس انهم هم لهم الاستحقاق وانت كاجنبيه ما نقدر ان احنا نقبلك. فحسيت بشعور انا كاجنبيه يمكن ما اقدر اعيش هنا بس وانا قاعده ادور على اشغال. يعني زي كل مره في التطبيق خاص في اب خاص للبحث عن العمل في كوريا. هذا الابات بس يستخدموه الكوريين فعشان كذا يصطدموا انه يعرفوا في اجنبي يعرف يجري ويعرف الطلبيات وايش مطلوب منهم وايش زي كذا فيتواصل معاهم زي كذا. تواصلت مع هذا الشخص وكان يعني ما في معلومات مره دقيقه الى حد ما. قال لي تعالي الساعه كذا كذا وانا رحت له في هذه الساعه وتكلمنا شويه وقال لي موعد العمل راح يكون متاخر. قلت له طيب يعني. قال لي العمل راح يكون من الساعه 6 لين الساعه 2. قلت له طيب العمل يعني كم أجره؟ قال لي مبلغ مرة كبير أجر العمل في كلية أشغال زي كذا. يعني إيش هذا الشغل؟ فهو صارحني إنه هو الشغل هذا عبارة عن سول شيب. سول شيب عبارة عن بار، بار بس يجوا للناس اللي حابين يشربوا بالليل وأنا علي إني أقدم لهم المشروب وأقدم لهم الأكل ولو واحد يعني في تحول يتمازح معايا لازم أكون لطيفة معه. ذيك اللحظة قلت له يعني عادي أجانب يشتغلوا؟ قال عادي المهم إنها تكون يبون يوجع يعني حلوة. في بعض الناس يفضلوا الصغيرات وفي بعض الناس يفضلوا الكبيرات. طبعا انا صدمت وحسيت يعني اقول لكم المبلغ مرة مغري لأي شخص انه يشتغل فيه. وبالذات لما يكون واحد عنده احباط او يأس يعني فاهمين لما يرتفض من كل الاعمال مجرد انه هو اجنبي زي كذا. جاله هذا العرض ايش تتوقعوا مني كان ردي او كذا؟ قلت له ان شاء الله راح افكر. طبعا انا بالنسبة لي انا اشوف ان فرصة العمل صعبة علي. بعض الناس يشتغلوا يعني كوريين يشتغلوا في بار ويقولوا انه في ناس يعني صح يشربوا كذا شباب وهذا بس انك ممكن تقدم لهم الاكل او المشروب. ذيك اللحظة قاعدة افكر حدد الحين بس يمكن بعد شوي راح اجيب لهم الرد. بصراحه ان الشغل مره عرضه مره سخي بالذات انه في هذه الفتره انه احس انه كثير من الاعمال يعني رفضوني وكذا وجاني احباط شعور احباط. مادتي مره ما تسمح وانا محتاجه ماده يعني بهذه الفتره بجد محتاجه بهذه الفتره يمكن اكثر فتره في فترات حياتي محتاجه الماده. وعرض الشغل مره سخي وساعاته مره قليل وممكن تكسب يعني كثير. يعني قال لي بعض الاحيان ممكن يكون للساعه 3 فجر تشتغلي وبعدين ممكن نروحك لبيتك يعني مع التوصيل يعني مو انك تمشي بالليل لوحدك نوصلوني للبيت وزي كذا. الشغل تقريبا عرضه سخي بس مع ذلك انا راح ارفضه انه بالنهايه انا مهما كان عرض الشغل سخي اكيد في شغل يعني احسن وافضل. ما ادري اذا في ولا لا. لو صراحه ممكن هذه اكثر سنه احس اني فعلا عندي ستريس مره كثير طلع لي حبوب وزي كذا لانه هذه الفتره في انسان يحدد مستقبل يحدد افكار يحدد جهه يحدد حياه يحدد انه خلاص انا لازم اعتمد على نفسي لازم اكون وحدي خلاص لازم استقر لحياتي لازم افكر في نفسي. في كوريا تقريبا الشغل مو ذاك الاشغال اللي ممكن اي اجنبي يحصل عليه. فرصة الكوري افضل من الاجنبي مهما كان يعني جنسيتك مهما كان شكلك مهما كذا. فرصة الشكل الاسيوي او الكوري يحصل على عمل
ويحصل على ميزات أكثر من الشكل الأجنبي، لأن هنا الناس يعني أنا أشوف إنه مو غلط، يعني بالنهاية أنا أعتبر إنه مو غلط، لأنه بالنهاية في كثير كوريين ما توظفوا، يعني يجيب واحد أجنبي يوظفهم عليه، يعني هذا الشيء ممكن يكون غلط. يعني كثير طلاب محتاجين، يعني مثلا الكودو هاكسن محتاجين إلى أشغال، حتى لو مهما كان مصروفاتهم أو كذا محتاجين إنه يشتغلوا ويعملوا شغل زي كذا ويكسبوا. فعشان كذا يعني أقول إنه مو غلط، بس بنفس الوقت إنه محتاجة فرصة إنه أشتغل وأثبت جدارتي، لأنه بالنهاية ما رح يندموا، لأنه خلاص صار عندي خبرة يعني تقريبا 5 سنوات في الشغل، يعني من وقت ما جيت كوريا وأنا أشتغل، يعني أنا ونارين يعني تشوفوا هذه يا تطلعني جوا. فالمهم إنه راح أكلمه إنه راح أرفض العمل، ما أدري إيش كيف أسوي. المهم حبيت بس أشارككم وأقول لكم إنه مو سهل عليك كأجنبي تعيش في أي دولة، مهما كانت الدولة، مهما كان شكلها، مهما كان كذا، إنك تكون أجنبي مو سهل عليك تعيش فيها، يعني مهما كانت دولة سواء عربية أو أجنبية، يعني لازم تكون أنت من طفولتك يعني عايش فيها يعني عشان تفهمها أكثر. لكن يعني كم صار لك كم سنة وما أدري إيش يكون صعوبة، في ناس يعيشوا أصعب مني في الحياة. المهم إنه هذا اللي هو الفيديو اللي حبيت أتكلم فيه، والآن وصلنا لنهاية الفيديو. راح أتكلم مع الرجال وأتواصل معه وأقول له شكرا على أرضك السخي، أرض مرة كان سخي بالنسبة لي، بس بقول له no way، أنا مستحيل أشتغل في بار، لأنه مهما كان الشعور بحتقر نفسي بالنهاية، مهما كان الفلوس بحتقر نفسي، بحس نفسي شعور مش حلو. وأنا يعني مع أنه ما في هذاك الشيء الخطأ، أنه مو ذاك البار اللي تتوقعه وما أدري إيش، أتخيل زي كذا، ما أدري يمكن في حاجات خطرة، فما أكيد ما بروح للخطر برجولي وأقول لهم خلاص أوكي راح أشتغل معاكم زي كذا. في مطاعم كثيرة مسائية ويصير فيها مصايب وحاجات مرة أوفر، هذا وهم مطاعم عادية. إذا عاد البارات يعني البار بس خاص للشرب، يجوله ناس بس يشربوا عصابات وزي كذا، في على فكرة في جو عصابات هنا في كوريا اللي ما تعرفوا، في كثير جو عصابات في كوريا، مو دراما ولا شيء، في عصابات. يعني مهما كوريا لما انت تدخلوا داخل كوريا راح تعرفوا الحقائق عنها، يعني مو كوريا مو يعني زي اي دولة، في كل الدول يعني فيها مشاكل وفيها امور يعني داخلها مع الشعب، مع كل ما تتداخل مع الشعب وتتداخل مع الناس والبيئة راح تكتشف حاجات وراح تتعلم حاجات كثيرة. فالمهم انه حبيت اشارككم الفيديو، فاذا حبيت الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعلوا زر الاشعار، واذا عندكم اقتراح او تقولوا لي ايش رايكم باللي صار تحطوا بكومنت، ولا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك، لانكم انتوا بسببكم او دعمكم لي راح ممكن يساعدني انه اتشجع واعمل احصل على فرص اكثر في اليوتيوب، انه اكون انجح في اليوتيوب، ممكن اسيب الشغل ما احتاج الشغل نهائيا، ممكن انجح في اليوتيوب. فاذا انتم دعمتوني اكثر ممكن انجح ويكون عندي مجال افضل في اليوتيوب. فكل اللي اطلبه منكم انكم بس تدعموني في القناة وتحاولوا تدعموا وتوصلوا هذه الفيديوهات الى اكبر قدر من الناس، لاصحابكم ولا كل الناس ممكن تستفيد وتعرف كوريا أكثر وأكثر. وإن شاء الله راح أنزل لكم فيديوهات منها تحدي ومنها قصص ومنها مغامرات. فإذا حابين قبل ما أنتهي من الفيديو أقول لكم إني مرة أحبكم وشكرا على دعم كثير الناس وكلامكم الحلو اللطيف، مرة باي.